اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الثالثه وبدايه الاسبوع بالنسبه لنا في جمهور الثالثه يوم الجمعه ولعله يوما عظيما الجمعه العظيم اسوه بالاثنين العظيم. كنا وعدنا حضراتكم انه اذا الاهلي فاز هيبقى عندنا شغل جامد النهارده مع تامر وعز، وبالفعل النهارده ان شاء الله باذن الله تامر وعز في جمهور الثالثه، وهيبقى عندنا تفاصيل كتير هنتكلم فيها في الكورة ونتكلم فيها في الأهلي. ويا أهلي ويا مين زيك ومين زي جمهور الأهلي ومين في احتفالات جمهور الأهلي، وأي أيام عظيمة وأي تاريخ كبير يسجله النادي الأهلي. لحظات سعادة تاريخية بيدونها النادي الأهلي في تاريخه الناصع والساطع في كأس العالم للأندية. النادي الأهلي بالأمس قدم نفسه وقدم الكرة المصرية بشكل مميز جدا جدا. لقد كان شوطا متميزا ممتعا هذا الشوط الأول، صال فيه الأهلي وجال طولا وعرضا واستحوذ وسجل عن طريق حسين الشحات المونديالي. حسين الشحات اللي واضح انه كميته مظبوطه مع كاس العالم للانديه، عملها مع العين وتالق وعملها مع النادي الاهلي وتالق. يا اهلي ومين زيك ومين في جمالك ومين في حلاوتك بالاداء المميز اللي احنا شفناه امام الدحيل. الاهلي ما عملش حاجه اكتر من انه شخصيته كانت موجوده في المباراه. هل الواحد كان مترقب اللحظات الأولى للمباراة هي لحظات فرض السيطرة، مين الأهلي ولا الدحيل؟ الأهلي قدم نفسه كويس جدا، والأهلي عنده مجموعة من اللاعبين إنجاز التعبير بعد حالة من حالات النضج والتطور، لعيبة رجالة جدا، متقدرش تقول اسم حد وتنسى التاني. عجبوني كلهم رجالة جدا جدا جدا. وطبيعي إنه إيقاع المباراة يختلف من الشوط الأول للشوط التاني. الشوط الثاني السيطرة والاستحواذ راحت شوية للدحيل، بس تعالى نسأل شوية أسئلة منطقية. الأهلي في الشوط الأول وما قدمه كان يقدر يخلص المباراة بجون والتاني والتالت. الأهلي كان ممكن مستريح أو الشوط الأولاني يخلصوا ثلاثة، وفي هدف بتاع بواليا طبعا على يعني بالسنتيمتر بالسحتوت، بس ماشي هي الكورة كده ومحدش بيشحت حاجة هو مش بتاعته، وجمهور الاهلي ما اتكلمش حتى فيها ومش فارق معاه، لانه طالما هي مش بتاعتك فخلاص، وطالما فار وانا واثق فيه فخلاص مش فارقه. الشوط الثاني الدحيل دخل المباراه، لكن ايه عبرتها بالنهايات، والعبره كانت حلوه ومسك الختام. مباراه للتاريخ واداء مشرف ورجولي من كل نجوم النادي الاهلي. عجبني جدا الحقيقه علي معلول من اللعيبه المميزين جدا جدا اللي موجودين في النادي الاهلي. ايمن اشرف مان اوف ذا ماتش، وتطور بسم الله ما شاء الله الله اكبر، نمسك الخشب، تطور كبير جدا جدا من الاداء الدفاعي الى التحول الهجومي، وبقى واحد من المحاور الرئيسيه جدا في النادي الاهلي. لك الحق عزيزي مشجع النادي الأهلي أن تبتسم وأن تسعد، فقد اختلفت الأمور كثيرا ونجح النادي الأهلي في كل الرهانات، وأكد على إمكانياته الفنية، وأكد على قدراته البدنية، وأكد على تاريخه بما لا يدع مجالا للشك. الأهلي يؤسس مدرسته الخاصة في التحول الى العالمية. والله ولا كنا بنحس بكاس العالم للأندية، الأهلي مش موجود فيه ولا تحس بيه، الأهلي موجود فيه يلا كلنا نتابع ويلا كلنا نشوف الدنيا بيحصل فيها ايه. شفت جمهور الأهلي وعظمته وحلاوته امبارح في المدرجات هتاف ايه؟ تقول لي بال13,000 واللي كانوا موجودين ونصهم مش عارفة ايه ونصهم ايه. صوت الجمهور كان بيرج الملعب، ومفيش احسن من الجمهور في الكورة، والكورة للجماهير والجماهير هي الكورة، وطعم الكورة كان امبارح ممتع قوي بجمهور النادي الأهلي. وهتافات جماهير النادي الأهلي المنظمة المنسقة المحترمة المؤدبة اللي ليها علاقة بالكورة وللكورة فقط ولتشجيع الفريق كانت ممتعة. أنا ممكن أسكت شوية وأسمعكم الصوت
علشان الأجواء الحلوة أجواء حلوة، والحلوة أقول له حلو في عيونه. تعالوا نسمع. جمهورك دايما وراك يا أهلي في كل حتة، في مصر وفي بره مصر وفي أي مكان وأي حتة هتروحها هتلاقي جمهور النادي الأهلي، وما بيفرقش معاه في المدرجات ولا في مترو الأنفاق ولا في الشارع ولا في الأتوبيس ولا في أي حتة ولا في أي مكان ولا في أي زمان. هي دي عظمة جماهير النادي الأهلي، وهي دي حلاوة النادي الأهلي.